بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا من أسعد الناس دنيا وآخرة، آمين يا رب الناس. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر سبحانه وتعالى. احنا شفناهم الآيات هذه، ولكن احنا كأطباء قرآنيين ما فيها باس باش كل جلسة نكروا إن ذكرتهم المؤمنين، نكروا ما سبق لعل اللي سبق لم يلحقه أحد، لأنه هو محبش يقبل الإصدارات هذه القرآنية، ما حبش يقبل، لعل في الشريط رقم كذا كذا يولي يبدأ يقبل، وإحنا أنا هذا رغبتنا وهذا مقصدنا أن ننفع بعض الناس بهذا النور القرآني والأحاديث القدسية وحديث نبي النور عليه الصلاة والسلام من رب النور، وهو نور على نور سبحانه. وإن كلا لما يوفي لا يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون بخبير. راهو زايد يا كربي ولا يسعوني، ما تقولش ربي غافل ولا مش موجود، قول اللي تحب مش موجود، قول غافل، قول خلقني وانساني وكذا وانا نعم ما في بالي، واحد حد مش حاسبني خضر. انا ما نامنش بالرقيب، ما نامنش بيه، اذا كان هو مش رقيب ما هوش حاسيب، هذا يتهيأ لك. لكن حين تأتي الأمور كما أرادها الله في أوانها وبحجمها الذي فعلا سيدق حصونك، إن كنت ذا حصون، وقت تفهم لكونك كنت من الغافلين، والآن تدفع ثمن غفلتك. آمين يا رب العالمين، اجعلهم دافعين هذه الأثمان في القريب العاجل يا ربنا، وخاصة في الحرم المكي والحرم النبوي الشريف. نسأل الله أن يقيد ذكور وإناث يذودون عن حرمات هذين المقامين الجليلين. آمين يا سميع يا عليم.